أكثر عن معرض الفني تناغم بصر بيسعدني يكون معنا بالاستديو الفنان تشكيلي بشير بشير يحدثنا عن التفاصيل والحضور واللوحات. يسعد صباحك وأهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيكم وفرصة سعيدة استضافتنا بهالقناة المهمة. أهلا وسهلا بحضرتك. مبروك المعرض مثل ما شفنا. دائما الانطلاق من العنوان تناغم بصر يعني هيك حطنا شوي بأجواء التسمية. هلا انا اذا بدي احكي للتسميه انا عامل 34 معرض قبل هالمعرض هذا يعني هذا انا ما ضفته لل 35 لانه هذا المعرض هو حصيله نتاج معارض سابقه يعني انا التناغم من كل معرض مثلا انا اختزلت جمعت منهم ايوه اختزلت عمل عملين وبس كلهم طبعا في تواصل بصري بين الاعمال وحطيت تقريبا 60 عمل بهالمعرض نتيجة نتاج المعارض السابقة وحاولت أعمل شيء يعني أنه أربط كل المعارض تبعي بمعرض واحد أنه هو التناغم بصري. تمام. كانت يعني خلينا نعرف أكثر أنه الألوان قريبة من بعضها، المواضيع قريبة من بعضها، القصص اللي ممكن أنت تطرحها بهالمعرض يعني هي قصص محددة أو لا، كان أفضل اللوحات خلينا نقول اللي كانت بمعارض سابقة حتى تمام بهذا المعرض. لا هو هذا المعرض دخلت فيه الجرافيك، دخلت الكتلة والفراغ بالجرافيك يعني بالعمل الجرافيكي. العمل الجرافيكي هو عبارة عن سطح مصنوع بطريقة نحاسية طباعة كذا، أنا حاولت إدخال الفراغ ضمن العمل الجرافيكي، هي كان فكرة جديدة بالنسبة لي. حاولت يكون في يعني التكوينات البنائية الهندسية متواجدة ضمن العمل، التصوير الفني، التوازن البصري باللون بين الكتلة والكتل النحتية، حاولت كمان يعني أني أحول اللوحة التصويرية إلى كتلة نحتية. تمام. يعني كان في بعض اللوحات هلا لو تحكي لنا عنها شوي كلوحات محددة مثل هيدي. هلا هون في شيء انا اشتغلت عليه من تراثنا من ذاكرتنا من الايقونات الشرقية من يعني من الحضارة من الاساطير، حاولت انا دائما بهالمعرض اني ولف كل الايقونات السوريه ضمن لوحات واقعيه موجوده ضمن هلا الملفت الخط العربي الموجود ضمن بعض اللوحات، يعني خلينا نحكي عن هيدا الادخال قد ايه بيضيف، هل هو رساله، هل هو فكره جماليه، هل هو الاثنين مع بعض، يعني نحكي عن هيدي. هلا انا اخذت الخط العربي بس جردته من القواعد الاساسيه تبعه بس محافظ على الليونه والانحناء وماهيه الحرف، حاولت ادخاله بطريقه بصريه يعني يكون هذا الخط العربي داخل ضمن العمل الفني بطريقه بصريه تشكيليه يكون في توازن بين اللون والخط لبناء عمل فني متكامل. تمام. من ناحيه الالوان يعني عم نشوف كل مجموعه عم بتكون في الوان معينه محدده، قصدت هيدا الموضوع انه يكون في بكل مجموعه او بكل مكان عم تعرض فيه لون واحد او روح واحده بالالوان؟ اكيد هون حاولت انا الالوان يعني فردت الالوان الحاره على الالوان البارده، الالوان البنفسجيه، الاصفر الهندي، الالوان يعني حاولت اعمل توزيع بصري بشكل كتير متميز وبنفس الوقت حاولت يكون في التضاد اللوني متواجد بان واحد ضمن العمل. كثير حلو. عم نشوف يعني مع حضرتك المجموعة من اللوحات اللي كانت موجودة، هل هي فن تكعيبي تجريدي مع بعض، يعني المدرسة اللي بتنتمي لإلها؟ هلا أنا بالبداية درست الواقعية مثل أي فنان مبتدئ، بعدين دخلت على المدارس الثانية اللي هي مدارس كبيرة الواقعية التجريدية التعبيرية السريال، يعني مدارس عديدة حطيتهم ضمن الذاكرة وشلتهم. صرت اختزل من كل مدرسة نمط خاص وحاولت اقحامه بلبحتي لحتى عملت مدرسة خاصة هي حروفية تجريدية، يعني العمل الفني انا اشتغلت عليه هو عبارة عن سطح، هذا السطح
كنت المخرج والكاتب والشاعر والمصمم، يعني حاولت أن يكون هذا العمل الفني متوازن من كافة المدارس الفنية. هلا مثل ما بيقولوا بجوز شوي بالعامية أنه الفنان بيضل بيرسم اللوحة لحتى تصير اللوحة هي اللي ترسمه، فيصير هيدا اللوحة هي معروفة لهيدا الفنان انطباعا روح هيدا الفنان بصمة لإله. هي اليوم تراكم الذاكرة عند الفنان واستمراريته بالمتابعة والرؤية البصرية بتخلي الفنان يوصل لحالة أنه هو يكون في له بصمة خاصة. تماما. هون عم نحكي عن يعني فن خاص بحضرتك، ولكن دائما الفن أو بشكل عام مطالب الفنان أنه يرسم الواقع أو يمثل الواقع إن كان بمختلف أنواع الفنون. هل بالفن التشكيلي مطلوب هيدا الشيء؟ وإذا كان مطلوب هل موجود بأعمالك؟ هل الواقع أنا اشتغلت عليه، بس الفنان إذا ما كان مؤلف يعني ما صفى ناقل. يعني أي إنسان هلأ جيبي يعطيه شوية ألوان وعطيه صورة فوتوغرافية وقلي له رسمها بيرسمها، هذا نقل. أما يوم يكون فنان، الفنان بده يكون مؤلف، جيبي هلأ لأي عازف موسيقي عطيه كونشورتو سيمفونية بيعزفها، قلي له ألف نوطة ما بيعرف. الخبرة والاستمرارية بتولد طاقة عند الإنسان، أنه هاي الطاقة ممكن أنا أحور هاي الطاقة لشيء جديد، بخلق جديد، بأسلوب جديد، بنمط جديد، يصل للمتلقي بطريقة متوازنة بصرية. هو من حاله بيشوف اللوحة، بيشوف اللوحة، بيدخلوا عدة أشخاص على المعرض، هاي اللوحة كل واحد بيقرأها شكل بطريقته. أما بده يكون لوحة عبارة عن واقعي صورة فوتوغرافية، لا بجيب كاميرا وبصور. الواقع بما يمثله من مثلا باخد فرح، باخد الواقع بس يعني بحوره بحالة تعبيرية، حالة انطباعية، حالة تجريدية، يعني بتجرد الشيء من القواعد تبعه، بس بتتم الماهية والروح تبعه موجودة ضمن العمل الفني. كثير حلو. طيب ببداية حديثك أستاذي الكريم ذكرت أنه هيدا المعرض هو نتاج ل 34 معرض تم انتقاء منهم أعمال لحتى يكونوا مشاركين ضمن هيدا المعرض، وهيدا أكيد في مسافة زمنية بين بعض المعروضات والمعروضات الأخرى. هون كيف شفت انطباع الجمهور؟ كيف كانت هيدي يعني النظرة بين القديم الماضي اليوم والحاضر بالنسبة لنتاج حضرتك؟ كيف كان هيدا التوافق يعني بنظر الجمهور الوقت اللي صار المعرض؟ هلا أنا معارضي كانت يعني متواجدة ضمن سوريا والأردن الإمارات السعودية، يعني معظم الدول، كل أنا مكان حضرته وعملت معرض فيه صرت أخذ ذاكرة من المكان يلي والبيئة. يعني هدول أنا فادوني الاستمرارية والمتابعة ضمن المعارض الخارجية، عطوني أفكار جديدة. يعني هلأ أنا إذا بدك تجي لبشير، أنا بعتبر هلأ بداية المرحلة الفنية القادمة، يعني المراحل اللي مضت كلها كانت بالنسبة إلي تجارب. يعني هلأ أنا صار عندي فكر جديد وثقافة، طبعا هي كتير الحمد لله عم حاول نميها. بالمعرض القادم رح يكون في نقلة مختلفة عن كل المراحل القادمة، يعني أنا بعتبر نقطة بداية للفنان بشير. قد ايه حلو هيدا يعني خلونا نقول الذاكرة اللي خزنتها، وخصوصا هيدا التنوع اللي ذكرته بين مختلف الأماكن اللي أنت عم تكون موجود فيها. يعني ما عم تكون حاد بالتفكير وخلينا نقول الشيء اللي بدأت فيه، عم بتطوره دائما. قديه مهمة هيدي الفكرة انه دائما الفنان يطور حاله ويكون قابل للمرونة، يمكن سماع آراء الآخرين، التطوير بما يناسب الذوق العام. هلأ الله سبحانه وتعالى بيقول انه كل يوم في خلق جديد، يعني كل يوم الإنسان لازم يبلش صفحة جديدة، حياة جديدة، ينسى الماضي بس يحافظ على الشغلات الأساسية اللي هي مبدأه، إنسانيته، أخلاقه، تعامله مع الناس. هذا أنا بكسب خبرة من الطفل، من أي إنسان، أي إنسان هاوي يعني بروحه بزور أماكن، بشوف هيك حالة إنسانية، حالة تعبيرية، هي هذا بتفيدني. يعني أنا الأفكار ما إجت عباس، كلها من المتابعة بتجي الأفكار، بتجمع، بتنطرح، بحط دراسات معينة لبعض أفكار، بيجي وقتها برجع عليها، تكون مثلا صلى زمان سنين يعني أفكار موجودة، برجع أنا بحاول وظفها، أربطهم الأفكار ضمن بعض مع أدخال اللون بحيث أنه يطلع المشهد البصري كتير متميز. نعم.
إذا اليوم أنت في مخطط جديد لمشروع جديد، معرض جديد بأفكار جديدة بدأت العمل عليه، أم هي ما زالت مجرد أفكار ضمن الذهن اليوم ليست قيد التنفيذ؟ خلينا هيك نسرق شوية معلومات. هلأ أكيد أنا بلشت، بس بلشت أنا معتبر حالي تجربة جديدة، رح خوض تجربة جديدة بلشت فيها، بس اكيد بدها نضوج، يعني بدي اشتغل لي مجموعه اعمال بدي اشتغل مجموعه اعمال وارجع اتفرج عليهم وشوف ممكن الغي شيء، ممكن نضيف شيء، يعني بده يكون في عندي برجع بقول التناغم البصري. انا هاي الشغله انا رح اعتمد عليها بشكل جيد، ويكون في شيء للمتلقي بصمه جديده للفنان بشير. ان شاء الله إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق ومبروك هيدا المعرض، ناطرينك بالمعارض القادمة. شكرا لك الفنان التشكيلي بشير بشير، نورت صباحنا، أهلا وسهلا بحضرتك. الله يبارك فيكم، وأنا بشكر هالمحافظة الرائعة اللي استضافتنا، ويعني تسليط الضوء على الفنانين هذا كتير شيء مهم، لأن الفنان بحاجة إلى دعم معنوي ولإضاءة بصرية. الفنان مجهود فردي، إذا ما حدا دعمه يعني يستحق الدعم بالنهاية. تمام. أكيد نحن متشكرك كتير، نقول لك الله يعطيك العافية، دائما نحن فخورين بالأعمال اللي بتقوموا فيها، ونحن أيضا بانتظار الأعمال القادمة، وخاصة أنه نتاجنا عم يطلع للوطن العربي وعم نكون نحن شاهدين وحاضرين بأعمالنا أمام الدول العربية. شكرا كتير لوجودك معنا، وأهلا وسهلا فيكم. أنا مشكركم كتير، أهلا وسهلا فيكم.